ازيكم. صفي ودائعك في البنك وشهاداتك في البنك، واقفل حسابك هناك وتعال استثمر في البورصة. ده العنوان بتاع الفيديو اللي انا اخترته، عنوان مهم جدا. هقول لك الحكاية بالظبط. تابعني، اشترك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جد ومهم ومفيد. باشتراكك كمان احنا بنوصل لمحركات البحث زي جوجل ويوتيوب. ومتبخلش علينا بلايك، اضغط زر اللايك وشارك الفيديو مع اخرين حتى تعم المنفعه. رغم ان فائده البنك وصلت في بعض الحالات ل 30%، وفي اخبار بيقول لك احنا احتمال نرفع الفائده ل 40% السنه اللي جايه، لكن انا بقول لك وهقول لك ليه. صفي وداعك في البنك على قد ما تقدر، واقفل شهاداتك وخد فلوسك واقفل الحساب وروح على البورصة المصرية، بالتحديد البورصة المصرية مش أي بورصة عالمية. ليه؟ لأن الاقتصاد المصري حاليا اقتصاد واعد، والبورصة المصرية هي مراية للاقتصاد المصري. هقول لك ليه؟ بالأخبار الاقتصادية والأخبار الجيوسياسية، وهديك أمثلة لبعض الأسهم اللي هي عملت طفرات ربحية خلال أسابيع وخلال اشهر وخلال سنه، وهعمل لك مقارنه ما بين فائده البنك والارباح اللي حصلت ديت. وهقول لك في الفيديو دوت ازاي تختار السهم بتاعك، سواء امتى تشتريه وامتى تبيعه عشان تعمل الربحيه. في مقوله شهيره جدا في البورصه بيقول لك اشتري لما الاسعار تنزل وبيع لما الاسعار تعلى. دي ابسط معادلة. في مقولات كتير جدا انت لو طبقتها تعتبر زي ستيبس كده، او بيسموها نقط مضيئة تنور لك الخريطة اللي تشتغل ايه عليها. طيب ليه انا بقول لك صف وداعك في البنك واقفل الحساب بتاعك هناك؟ اولا حسابات بعض البنوك الحكومية وصلت ل 750 جنيه وفي تصاعد مستمر، اللي كانت 150 جنيه و100 جنيه بعد 300 500، الكلام ده في خلال سنه او سنتين يعني. طيب تاني حاجه، ان الفائده 30% دي انت لو لاحظت في السنين اللي فاتت، اتعلم من الخبره اللي فاتت، هتلاقيك بتاخد 20% تلاقي الحاجات بتبقى ايه 50% تزيد. يعني ايه الحاجات ديت؟ الحاجات الاساسيه، العربيات مثلا، المعدات، الالات الكهربائيه، العقارات، الشقق، الايجارات، الفواتير الكهرباء والمية، كل ده بيزيد. الخضار، الحبوب، العدس والفول، اللحوم والدواجن، كل ده مش كل ده زاد، اتضعف. هل انت فلوسك اتضاعفت بنفس قيمة اي سلعة من السلع ديت، او اي خامة، حديد او اسمنت او حاجات زي كده؟ ما حصلش. طيب نيجي بقى لحاجة تاني. الاسهم دي زي العقارات بالظبط، تمام. وهقول لك على حاجه تاني، ايه هي؟ هقول لك بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اخرين عشان تعم المنفعه. الاسهم دي الفكره الرئيسيه، انا عايز احنا الفيديو ده مهم جدا عشان احنا بنشجع فكره الاستثمار في البورصه، وفكره انك انت تعمل بيزنس، وفكره انك انت تبعد عن حكايه انك تاخد فلوس تحطها في البنك. يعني دي ما يعملهاش غير واحد عاجز، واحد فوق السبعين سنه، مش فوق الستين كمان، يعني واحد يعني ايه فعلا ملازم للفراش. ده اللي يعمل البنك دوت، مش عاوز يفكر او ما عندوش القدره انه يتحرك او يفكر او يبذل مجهود. طيب هتقول لي دي فيها مخاطر وفيها ضغوط نفسيه وعصبيه. هقول لك الضغوط النفسيه والعصبيه دي بتديك مهارات وبتديك مواهب وبتديك خبرات وبتديك قدره على التفكير في تحت ضغوط، فدي حاجه كويسه جدا. الضغوط النفسيه والعصبيه دي عامله زي اللي بيلعب حديد بالظبط، اللي بيروح صاله الجيم ويرفع ايه اثقال. معايا حضرتك؟ طيب فانت واحده واحده، انت مش هتخش ب 100,000 جنيه مره واحده، لا انت هتخش 10 في 10، وكل ما ايه تلاقي تفهم بتفهم وتعرف تبتدي ايه ترمي تشتغل. هو العنوان ده يعني مش تاخد كل فلوسك مره واحده، بس انا ده على اللونج تيرم، على اللونج تيرم، يعني خد شهاده وصفيها وروح اشتري. بعد كده هتلاقي نفسك بعد سنه سنتين قفلت حسابك
وبقيت كل اسهمك في البورصه. وعايزك تنام وتستريح خالص وما تفكرش في الاسهم كمان. هقول لك في فيديوهات انا عاملها فيها استراتيجيات اسمها المستثمر طويل الاجل، اللي هو ما يبصش في الشاشه اساسا وبيقفل الشاشه ومركز في شغله كمان. مش عايزك تبقى مضارب، المضارب ده بيخسر، مش عارف يعني. المضاربين دول بيخسروا. الا اذا كان الناس بقى حريفه بقى، دي حاجه تاني بقى مش قصتنا، ودي مؤسسات كبيره اللي بتعمل كده. تمام؟ احنا ناس صغيرين وهنفضل صغيرين بس بنشغل فلوسنا. وارد انك انت في يوم من الايام تعمل شركه وتنزلها البورصه وتكبر. طيب انا هقول لك بقى امثله الكلام ده برضو قبل ما اروح الامثله بتاعتنا. المثال بتاعنا اهو هنا. المثال بتاعنا انا بحب اشتغل بعرب فاينانس واجيب السهم بتاعنا اللي هو السهم ده. المثال اللي هقول لك عليه اولا الامثله اللي عملت طفرات سعريه خلال شهور. عندك طلعت مصطفى طلع من 8 جنيه ل 88 جنيه، هو رجع شويه عند حاجه و60 جنيه دلوقتي او 60 جنيه. بس حتى من 8 جنيه ل 60 جنيه ده مبلغ كبير، يعني مضروب في 7 ولا حاجه او في 8. تمام؟ عندك سويدي للكابلات، السويدي شركه عظيمه وكبيره جدا، طالعه برضو من حوالي 10 جنيه النهارده بحوالي حاجه بحوالي 60 جنيه. عندك طبعا حديد الصلب المصريه طالعه من جنيه لحوالي وصلت 50 جنيه دلوقتي شغاله ب 40 جنيه برضو، اتكلم في 40 مثل في كام سنه؟ سنتين ثلاثه. عندك كمان كل القطاع البتروكيماويات طالع جدا ضرب 10، الالومنيوم طالع ضرب 10. قطاع البتروكيماويات ده امثله كبيره جدا، يعني مثلا زي مثلا ابو ايل الاسمده، زي الماليه والصناعيه اللي هي ليها مصنع في السويس ومصنع تاني في اسيوط. انا مش حافظ كل حاجه بس انا بقول لك امثله، دي امثله بس اللي انا عارفها. تمام كده؟ في قطاعات لسه ما اشتغلتش زي قطاعات قطاع الاقطان، قطاع الاسمنتات اللي هقول لك دلوقتي مثال ليهم دلوقتي، وهو دلوقتي ابتدى ينعش قطاع الاسمنت. فلو انت هتقدر تخش القطاع دوت في اي شركه منه هتكسب حلو جدا. فهنكتب هنا اسمنت سينا، وهوريك اسمنت سينا عمل ايه في الاسبوع في 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 في, في حوالي 7 8 جلسات في 7 8 ايام. اسمنت سينا اهو اعمل المشروب ساعة او سخن وتعالى ركز معايا اللي تفضله. يعني فتح اسمنت سينا يوميا يعمل 20% يوميا اللي انت بتاخدها في سنة، فهو كل يوم بيعمل ايه 20%؟ مش مصدقني؟ اهو خلال اسبوع عامل 148%، ده في الاسبوع مش هيقدر يعمل اكتر من كده. لو انت حسبت 20% في 5 هتطلع 100%، ده عامل 148%. اساسا ال 20% دي تزايديه، يعني اول 20% غير اخر 20%، يعني اول 20% كان بيطلع بجنيه، اخر 20% كان بيطلع ب 5 جنيه، خدت بالك؟ طب خلال الشهر عامل 269%، خلي بالك ده مش شهر، ده هنا اسبوع، شهر، 3 شهور، 6 شهور. لو هنا في 10 ايام كان هتلاقي الكلام ده 279% في 10 ايام. هتقول لي ده سهم واحد من وسط 200 سهم. عندك حق. بس انا قلت لك كام مثال بتاع 10 شركات قلتهم لك. وفي عشرات الشركات لسه ما طلعتش. في حوالي من 30 ل 50 شركه لسه ما اتحركتش اساسا. ده بيسموه التحليل الفني والتحليل ايه؟ المالي. اللي يعرفك التحليل الفني يعرفك قرب او وقت ببدايه صعود او هبوط السهم، يعني امتى الوقت والسعر تخش فيه. التحليل المالي او الاساسي بيسموه المالي او الاساسي، ده بيعرفك ان الشركه ديت ليها اصول ولا لا. طب انا داخل في شركه ليه؟ يعني مثلا هنا اسمنت سينا دي ده موقع الكتروني بتاع اسمنت الابيض اسمنت سينا الابيض. دي شركه تابعه، مش هي اسمنت سينا اسمنت اسمر،
اللي هو بيستخدم في بناء الكباري والانفاق، وفي منه انواع تحت الميه وحاجات كتيره جدا، انواع حسب التحمل، وحاجات للخرسانات وحاجات للاعمده وحاجات للتشطيب وحاجات للمحار كده انواع. اسمنت الابيض دوت ده مصنع تاني، اسمنت سينا ليه حصه فيه، ده اسمنت سينا اللي هو الاسمنت ايه للابيض اللي هو الوايت سيمنت اهو. خلي بالك شركة اسمنت سينا ديت لما تيجي تبحث في الاصول بتاعتها اللي هو بيسموه التحليل المالي او الاساسي، لازم تعرف مين الشركاء بتوعك. فهنا في شركه فرنسيه كبيره جدا تنتمي لمخترع الاسمنت، حد مشهور اخترع الاسمنت، انا مش فاكر اسمه، الشركه دي معموله باسمه، اللي هي بتمتلك حصه مالكه ومسيطره في اسمنت سينا، فدي حاجه مهمه جدا. يبقى اذا انت عشان تعرف تشتري وتعمل مكاسب بعد كده لازم تشتري وتحلل التحليل الفني، تعلم بقى التحليل الفني، والتحليل الفني اللي هو الجرافس يعني، والتحليل الاساسي انك تعرف توصل للاصول بتاعت الشركه وتقيمها. الموضوع ده مش سهل يعني، لكن هنا مع التكنولوجيا نقدر نجيب حاجه زي كده. يعني انت لو دخلت في جوجل وكتبت اسمنت سينا، احنا واخدين مثال النهارده اسمنت سينا ليه؟ لان هو ده البرنس بتاعنا الايام دي، القائد بتاع البورصه المصريه في الايام دي. وهنا في حاجه تانية بالاضافه للتحليل المالي والفني، في حاجه اسمها الاخبار، والاخبار مثلا بتقول ان اسمنت سينا باع حصه كبيره من اسمنت سينا الابيض بصفقه تخش في 1.5 مليار. طبعا وقبليها كان عامل اكتتاب ناجح بيتغطى بنسبة 75%. خبرين في خلال شهر هم دول اللي ايه طيروا السهم. الاخبار دي تخش تحت طائلة التحليل الفني. مش كده وبس، في اخبار جيوسياسية تخص الموضوع ده. اليومين اللي فاتوا الاخبار الجيوسياسية في الفترة دي احنا في مرحلة تفاوض جدا مهمة جدا بتخش شريك فيها مصر وقطر واسرائيل وامريكا وحماس عشان يفضوا الحرب دي. ولو نجحت المفاوضات ديت ووصلوا لحل سلمي ووقفوا اطلاق النار، المرحله اللي بعديها خلال الاسابيع هيتم اتخاذ قرارات ببدايه الاعمار. واكتر اقرب مصنع للاسمنت لغزه اسمنت سينا. مش تبقى عارف المعلومه ديت ان الدول الاوروبيه واسرائيل ما فهمش صناعه الاسمنت عشان صناعه ملوثه للبيئه، لكن صناعه الاسمنت موجوده في مصر لسبب تاني، ان مصر غنيه بالجبل الحجر الجيري، كل الجبال اغلبها الجبال الصفراء ديت كلها حجر جيري اللي هي كربونات الكالسيوم، وهي 90% من مركب الاسمنت او مكون الاسمنت هو عباره عن ايه؟ حجر جيري، يعني تراب. يعني انت بتاخد من الجبل وتدخل في الفرن وتكسره وتفر وتعمله في الفرن وتضيف عليه الكلينكر وتضيف عليه الطفله ويتخلطوا جامد ويطحنوا جامد، واخد لي بالك، ويطلع الاسمنت اللي هو الطن بتاعه دلوقتي داخل على 2.5 و3. مهم جدا انك انت تكون بتحب المعرفه، بتحب الاطلاع، بتحب تبحث، وعندك المغامره، وعندك انك انت يبقى عندك حاجه تستثمر فيها. رجال الاعمال كلهم كده عشان تبقى عارف يعني. انت هنا برضو اسمك رجل اعمال عشان تبقى عارف يعني، رغم انك انت ما شفتش ما رحتش المصنع، ما رحتش الشركه ديت، ولا رحت اي حته. خد بالك بقى عندك بقى مجالات كتيره جدا، عندك شركات المقاولات، برضو شركات المقاولات بالنسبه للاخبار السياسيه لو بدا الاعمار اكبر نصيب هيكون للشركات المصريه. ارخص عماله العماله المصريه. واقرب مواصلات المواصلات المصريه. واخد بالك؟ والاتفاقيه السلام بتضمن كده. يعني عندك حاجات كتيره جدا ترشح لك انك انت تخش في شركات المقاولات برضه. شركات الحديد والصلب هي طلعت. اسمنت العز للحديد طلع بحاجه و90، طلع من 7.5 جنيه خلال سنه او سنتين. ما انصحكش بيه. لكن هي شركه قويه. كلها اصول وكلها معدات. شوف بقى اكتب مصانع حديد عز وتشوف عملاق، مصنع عملاق بيصدر بره في كل الدول وفي افريقيا. قطاعات كتيره جدا، قطاع الادويه
مهم جدا. قطاع الأغذية، قطاع الأدوات المنزلية والمقطان، كل القطاعات دي لسه ما اشتغلتش. قطاع الأسمنت اللي احنا بنتكلم فيه. هنيجي بقى لحاجة تاني بقى، يقول لك ايه بقى؟ لا ده قمار وده حرام. المقولتين دول ده قمار وده حرام. القمار ده اللي هو قريب من المضاربة، اللي هو مستعجل المكسب. في بس هي مش كده برضه، هي دراسة وعلم مش على تحليل فني. فحكاية قمار وحرام دي طلعها من دماغك. في كلية قائمة اسمها اقتصاد وعلوم سياسية، ودي زي ما شفت الأخبار الجيوسياسية لها دعوة ازاي، دي ده دراسة. وطبعا بعد الكلية اللي هي 4 سنين دي أو 5 سنين معرفش، هي بتاخد من أدبي وعلمي، بيبقى فيه دراسات طبعا، دراسات عليا ماجستير ودكتوراه. يبقى إذا ده مش قمار وحرام. كمية كتب في الأعمال والاقتصاد وكمية أخبار رهيبة جدا. في علاقات لو انت فهمتها تكسب حلو جدا بين الاسهم والذهب والبترول والمعادن النفيسه زي الذهب والفضه والبلاتينيوم والمحاصيل الهامه زي الكاكاو والبن والرز والسكر والقمح. دي محاصيلها. ده في هنا في علاقات بتربط بين الحاجات دي جامد جدا. لو انت عندك وقت وتقرا وتثقف نفسك هتوصل لمعلومات مهمه جدا. انا طولت الفيديو معلش، ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اخرين. لو انت مستثمر في البورصه مهم جدا الفيديو ده يوصل لكل حد بره البورصه، لان المفاهيم الغلط حكايه القمار والحرام ده اكبر غلط. خش اشتري، ابتدي صغير. لو انت طالب ابتدي ب 1000 جنيه، لو انت في ثانوي ولا في جامعه ابتدي ب 2000 3 4 5. ال 5000 دلوقتي مش فلوس. لو يعني انت موظف خش ب 10000 جنيه واكبر شويه 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 شويه. احنا عاوزين نشجع فكره الاستثمار في البورصه. كل الدول المتقدمه، اليابان عشان بلد زي اليابان دي كل الموظفين فيها والعمال والحرفيين والدكاتره الجامعه والمستثمرين واصحاب الشركات عندهم استثمارات في البورصه. انت تعرف الفايده في البنك في اليابان كام؟ 0.25%. عارف امريكا كانت ايام كورونا 0%. ده في دول بالماينس كانت. ليه؟ يقول لك انا بقى انا بحوق انا بقى انا انا انا, أنا بحمي لك فلوسك انت تدفع عليها مش تاخد فايده. وتلاقي الدول اللي هي معدل الفايده بتاعها قليل وربع في المية وكلام من دوت، تلاقي العمله بتاعتها في الصاعد قويه. والعمله اللي هي بتبقى 20 و30 و40% و50% تلاقي بتخسر وبتفلس. هديك مثال الارجنتين، فلست مره قبل كده وفلست مره تانية، كارثه. صف ودايعك وشهاداتك في البنك واقفل حسابك وتعال استثمر في البورصه. انا عارف البنوك هتزعل مني، بس انا مش قصدي ازعل حد. عايز اقول لك ان البنوك نفسهم بيستثمروا في البورصه. الفيديو دوت مش عشان يخليك تبقى بالغصب تروح، دي انا ده تشجيع للثقافه. انا متحمس للثقافه دي. انك انت عاوز تعمل شركه ومعكش فلوس تعمل شركه، معكش مليون جنيه تعمل بيه شركه، معكش معاك 50000 جنيه ولا عارف تشتري بيهم عقار ولا عارف تحفظهم في حاجه عشان قيمته ما تقلش، تعمل ايه؟ هو ده احسن مجال. عاوز تعمل خد مثال، لو انت عاوز تعمل محل صغير او ورشه صغيره، عاوز بقى تدفع فواتير كهرباء، عاوز تأجر مكان او تتملك مكان، وفواتير كهرباء ورخصه وضرايب وواحد لو انت موظف مثلا مش هتعرف تشتغل فيها. هتشتغل فيها ازاي؟ بالليل بس، يبقى لازم يجي حد بالنهار ولازم حد يراجعه، وبعد كده مش عارف ساعي وتليفونات وموظفين تانيين لو ابتدت تكبر. حلو جدا انك تعمل حاجه جدا. لو انت عندك خبره اعملها. ما عندكش خبره البورصه. انت هنا معاك ال 50000 وما بتعملش حاجه من اول وجديد، انت بتخش على شركه زي حديد او اسمنت او اقطان او حاجه زي كده او سلع او ادويه وقايمه وليها منتج وليها سوق وبتبقى شريك. فدي فرصه. انت بتدور على شريك، ده هو بيدور عليك. كل اللي عليك انك انت تبحث وتختار الفرصه والوقت والسعر المناسب عشان تشتري، ونفس الفكره السعر المناسب عشان تبيع وتعمل البروفيت بتاعتك دي. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اخرين وتشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. كان معكم مهندس اسامه غندور، شكرا جدا لاستماعكم.